هذا وقد توافد ملوك ورؤساء وقادة الدول والحكومات وممثلو المدعوين العاصمة البريطانية لندن لحضور مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث ملكا للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية. نعم، شهد مراسم تتويج ملك بريطانيا حضور نحو 100 شخصية من زعماء الدول وكبار الشخصيات، فقد حضر حفل تنصيب الملك تشارلز الثالث قادة إضافة إلى ممثلي عدد من الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي، في حين حضر نيابة عن الرئيس الأمريكي السيدة الأولى، كما حضر نيابة عن الرئيس الصيني نائبه. هذا ودعت بريطانيا سفير كوريا الشمالية لديها لحفل تنصيب ملك بريطانيا.